تنبهوا يا أيها الشبان قادكم إلى الهدى المنان في أن سنة نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة كل حين كدى الترى كرسم دار قد عفا إذا الزمان لمضي الحنفا وتبعتها شيم الشيوخ ذوي الهدى والنور والرسوخ إذ ترك اقتفاء آثار السلف لبدع قد زينت بين الخلف فسارعوا للعلم مذعنين ناوين وجه الله أجمعين ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة اللعين المجرم في كل ما يفسده والله جل حسيبه يوم الجزاء والوجل إذ كل من في ذا الزمان منعا من التعلم فإنه دعا لبدعة شنيعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم شابه خلل فالعلم والعمل جوهران لخيري الدارين يجلبان وأشرف الأصلين علم قدما كما به أتى حديث من سما إذ كل عالم بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا ومن حوى علما وليس يعمل به فإنه حمار يحمل